بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم حصاد الأهلي. النهاردة نادي الأهلي وقطار الأهلي يتفوق ويدهش سموحة بأربع أهداف، تأهل لنهائي كأس مصر بعد الفوز على سموحة بأربع أهداف مقابل لا شيء في اللقاء اللي أقيم النهاردة في استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية. صراحة النادي الأهلي النهاردة مع الكابتن حسام البدري زي ما قلنا في استاد الأهلي واتكلمنا على النقاط الفنية، قدم واحدة من أفضل مباريات. ليه؟ النادي الأهلي في هذه الفترة بيعيش واحدة من أفضل فتراته الفنية لأنه عنده البدائل، غير أن كابتن حسام البدري في هذا اللقاء بيرد على كل المنتقدين اللي في الفترة اللي فاتت كانوا بيتكلموا بطولة العربية والخسارة والخروج وليه الأساسيين لأ وليه الناس اللي بتكون جاهزة ليه لأ، بان ليه لأ النهاردة، عشان أجهز للبطولة الأهم، عشان أجهز للماتش الأهم سيمي فاينال كاس، فرقة كبيرة زي سموحة وأربعة في الدوري وأربعة في الكاس. سموحة في آخر لقاء ما بين الأهلي وسموحة شال أربع أهداف مقابل هاتفين، ده كان في الدوري. النهاردة في لقاء الكاس بيشيل أربع أهداف، ولا أجمل ولا أروع ولا أحلى من كده. الموايل كلها حلوة، كل هدف له موال والمواويل كلها حلوة. نبتدي بالجون الأول اللي أحرزه اللاعب جونيور أجاييه اللي النهاردة بيدينا حاجة جديدة في فنياته الكروية، ثلاث لمسات، واحدة والتانية من أحمد حمودي والثالثة التابتة من جونيور أجاييه عشان يحطها من فوق أبو جبل الطويل جدا، يعني الحارس أبو جبل من الحراس الطوال جدا، ولكن السنس والمهارة والموهبة عند هذا النيجيري الشاب اللي أكتر ناس اتكلمنا عليه في حصاد الأهلي في استاد الأهلي وادينا له حقه، موهوب جدا، فحطها من فوقيه بسنس الهداف بسنس الحريف وأحرف حريف أفريقي في الدوري المصري وأفضل صفقة إفريقية في الدوري المصري جونيور أجاييه. وادي حمودي التمريرة واحدة التانية والثالثة، حمودي لو استنى أكتر من كده كان أجاييه بقى أوفسايد، ولكن أجاييه ما كانش أوفسايد وتقدم للنادي الأهلي. شوفوا هنا بقى الهدف الثاني، وادي الضغط من الجانب الأيمن والكرة بتروح مرة تانية لوليد سليمان، وشوف بداية الهجمة ووليد سليمان كمل إزاي وأجاييه بيبتدي الهجمة إزاي، وشوفوا الكعب، يعني الروح كله راحت هنا لوليد سليمان مقفول عليه رجع، وشوفوا الكعب بتاع أجاييه، الموال كله في كعب أجاييه والتحرك اللي على طول الكابتن حسام البدري بيضرب بيه الباكات عشان تبقى الكرة العرضية اللي راحت لوليد سليمان وبيشوط وتخبط في رجل المدافع وتخش جوه المرمى معلنا للهدف الثاني. هنا الكعب بتاع أجاييه بيبين لك قد ايه هو حريف، بيبين لك قد ايه هو عنده حلول، وهو ده اللي انت محتاجه من الفيرود. فيرود مش بس بيحرز اهداف، فيرود في الكره الحديثه انت عايز واحد زي دوت يدي لك الحل السحري اللي المساكين والباكات وكل الدنيا مش متوقعاه. شوف الراجل اتحرك فين، وادي وليد سليمان في الزمان والمكان، والعرضيه بدل ما تبقى عرضيه جاءت تسديده، والتسديده خبطت ومرت ودخلت الهدف الثاني، عشان ادي الكعب اهو مره ثانيه، مره واثنين وثلاثه وعشره. شوف الراجل دوت بكعوبه وبتحركاته وبمهاراته بيصنع لك الفارق ازاي، وادي فرحه الكابتن حسام البدري وفرحه مستحقه لان الراجل ده تعب واشتغل واجتهد واكثر، وادي سجده الشكر واكثر من انتقد. تخيلوا مدرب بيتفوق على كل منافسيه في الدوري العام بتفوق كبير جدا وبيكسب الدوري قبليها باربع اسابيع وبيوصل لفاينل الكاس وهو ينتقد. ادي الهدف الثالث وعبد الله السعيد وثلاثة على ثلاثة، والجون الأولاني كان اثنين على اثنين وثلاثة على ثلاثة، وده بيبين لك التحرك. بص أجاي فاتح فين لما نعيد الهدف مرة تانية، وبص وليد سليمان فين، بص أجاي فاتح فين، أدي طبعا المدافع غلطة كبيرة جدا ما ينفعش يرجع هنا. بص أجاي فتح الديفنس على اليمين ووليد سليمان في ظهر الديفنس على الشمال عشان التمريرة، عبد الله الأوبشن الأولاني مقفول، يبقى وليد سليمان في الأوبشن الثاني في المكان الصح وبيحطها صح من بين قدم الحارس عشان يكون الهدف الثالث للنادي الاهلي والتفوق الكبير يبدا. النادي الاهلي عارف انه هيواجه خصم بيلعب بدفاع متكتل، ولكن هنا الحلول، هنا ان انا ابقى مذاكر وعندي الحلول وابدع في الاستحواذ
وابدع في احراز الاهداف، وانت مش عايز من الكره الجميله اكتر من كده، انك تستحوذ وتلعب. وادي فرحه جمهور النادي الاهلي بفرقته النهارده. والصراحه كابتن حسام البدري في هذا اللقاء وفي اللقاء الاخير في الدوري بتبان الفوائد، بتبان الفوارق الفنيه، بتبان الحرور الفرديه، بتبان ان الراجل دوت ما كانش مريح اللعيبه الاساسيه اعتباطا، ما كانش واخد قرار اعتباطا. انا عارف ان هو عنده بطوله كاس مصر غايبه بقالها فتره، ومركز جدا ان شاء الله بامر المولى سبحانه وتعالى يكون النادي الاهلي اللي هو اليد العليا في بطوله كاس مصر ويضيفها لرصيده عشان تبقى البطوله 36. هنا برضو الهدف الرابع والرباعيه، وشوف الدنيا ماشيه ازاي، وكان في كعب من اجاييه وفي كعب من عبد الله السعيد، وشوف هنا ال1 2 مؤمن لو اتاخر ثانيه كان صالح جمعه اوفسايد، ولكن صالح جمعه بيرد برضو على الناس كلها وبيأكد تفوقه امام سموحه بالاخص وفي كأس مصر ايضا بالاخص، وبيروح لعماد متعب عشان الروابط اللي ما بينه وما بين عماد متعب وادي الكعب بتاع عبد الله السعيد. شوفوا الحلول يا جماعه، وشوف النادي الاهلي وجماله يا جماعه. الكعب كعب هنا وكعب هنا، عندك حلول. وكنا بنتكلم ان وجود صالح جمعه مع عبد الله السعيد اثنين معلمين، يبقى شوف الكره الجميله طالعه ازاي. شوف الراجل دخل وسط اثنين عنده ثقه، عنده القدره، عنده المهاره، وقف بالاثنين مدافعين عكس اتجاههم، وادي هنا الدبل باس فين؟ في ال 18 في الستة، يعني الدبل باس فين؟ في ال 18 قبل الستة، وادي التوقيفه بشماله، ادي هنا الكره بتاعت مؤمن زكريا ريحها ليه صالح جمعه ازاي؟ الاستلامه والاستلامه هنا بتاعت صالح في الكره ديت نص الجون وحطها ما بين رجلين الحارس مره ثانيه عشان يبقى الرباعيه للنادي الاهلي. شوف الراجل وقف ازاي بالناس، بص الثاني مؤمن زكريا التمريره ولا اجمل، الاستلامه بالشمال والكنترول بالشمال بالرجل الصح، وهنا لازم اكرر تاني استلامه صالح جمعه بالرجل الصح. واحد تاني بيلعب برجلين اليمين زي صالح جمعه كان ممكن يحاول ان هو يوقفها برجلين اليمين، ولكن هنا صالح جمعه استخدم الرجل الصح الرجل العكسيه عشان يقدر يسيطر ويحط نفسه في الموقف الصح اللي يقدر يسدد ويجيب الجون. الناس شايفاها سهله وهي بالنسبه له سهله، لكن هي مش سهله، وهو ده السهل الممتنع اللي بيبقى موجود عند اللعيب الحريف. دايما اللعيب الحريف تحس ان هو بيلعب السهل الممتنع، انت تشوف الكره معاه تحس انها سهله، لكن هي مش سهله، مش اي حد يعرف يعمل الكلام دوت. وهي دي الفوارق الفنيه اللي بتميز النادي الاهلي على اي من الانديه الاخرى. كابتن حسام البدري عنده سيستم معين ماشي بيه، والسيستم ما شاء الله ماشي بيه بشكل كويس قوي. بنهني الكابتن حسام البدري على هذا الاداء، بنهني اللعيبه، بنهني مجلس الاداره، بنهني الجمهور. الجمهور من حقه ان هو يفرح انك تكسب فرقه زي سموحه في اخر لقاءين، اربعه في الدوري واربعه في الكاس، مفيش فرقه ثانيه بتعرف تعمل الكلام دوت امام قسم عنيد، مدرب اجنبي، فرقه بتصرف، فرقه عندها استقرار مادي، فرقه بتوصل للكونفدراليه وبتلعب في المراحل الافريقيه، فمعنى ان انت تكسبهم اربعتين، واحده في الدوري واحده في الكاس، ده شيء مهم جدا. نروح من الناحيه الفنيه، النادي الاهلي كده هيلاعب نادي المصري في نهائي كاس مصر ان شاء الله هيكون في الاسبوع القادم، وايضا بيعلن النادي الاهلي ضم ايمن اشرف رسميا لصفوف النادي الاهلي لمده 5 مواسم، وان شاء الله يكون بكره في النادي الاهلي لاعلان الصفقه، وطبعا ياخد بقى الصور ويبتدي يظهر للجمهور. النادي الاهلي ايضا احترم تعاقد ايمن اشرف مع فريق سموحه، ولم يعلن عن الصفقه الا بعد انتهاء الموسم الكروي بالنسبه لسموحه عقب خروجه بعد الخساره امام النادي الاهلي ب4 اهداف مقابل لا شيء. كده بيبقى الموسم انتهى بالنسبه لسموحه، ويبقى ايمن اشرف لاعب اهلاوي. طبعا نتمنى له التوفيق، لعيب من اللعيبه المهمه جدا النادي الاهلي ايضا. والكابتن سيد عبد الحفيظ قال ان في صفقات ان شاء الله تكون قادمه في الطريق، وايمن اشرف ينفعك سواء جبهه يمنى، عفوا جبهه يسرى، او انه يلعب قلب دفاع، ولعب في هذا المركز في كذا مباراه امام انديه كبيره، وخاض في هذا اللقاء ماتشات كبيره حتى افريقيا في مركز المساك. وهو لعيب بيجيب عنده ان هو يقدر يلعب في هذا المركز ويقدر يلعب في مركز الظهير الايسر. كابتن حسام البدري تصريحاته بقى بعد المباراه، قال لك تخطينا سموحه ونستعد بقوه للنادي المصري. كابتن حسام البدري مدير فني للنادي الاهلي
أعرب عن سعادته بتحقيق الفوز بأربع أهداف دون مقابل والتأهل للمباراة النهائية لكأس مصر. وقال كابتن البدري أن الأهلي لم يعد ينقصه سوى خطوة واحدة على تحقيق لقب كأس مصر الغائب عن القلعة الحمراء منذ 10 سنوات. وأضاف كابتن حسام أن كل البطولات اللي بيشارك بها الأهلي مطالب بالفوز بلقبها، لذلك سنعمل على تجهيز اللاعبين بشكل قوي للمباراة المقبلة أمام مصر لأنه يعد منافسا عنيدا. وأشاد البدري بمستوى وليد سليمان في المباراة، مؤكد أن وليد من يملك المهارة والخبرة مما يجعله يقدم أداء جيد ويحرز هدفين رغم عودته من الإصابة. وأشار الكابتن حسام إلى أن كل الفرق المحلية تواجه الأهلي باستراتيجية معينة تعتمد على تضييق المساحات، ولكن رغبة الأهلي وإمكانيات الأهلي وخبراتهم هي العامل الرئيسي في التفوق في المباريات. وأكد أن النادي المصري فريق كبير، لذلك تنتظر الأهلي مواجهة قوية في نهائي الكاس، مشيدا بأنه سعيد بالروح الردية اللي كانت ما بين الفريقين في الدوري العام. كابتن سيد عبد الحفيظ بيطالب بحكام أجانب. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي صرح وقال أن النادي الأهلي يطلب حكام أجانب للقاء المصري في نهائي كأس مصر، وده بعد ما كان في تصريحات من جانب اتحاد الكوره بان هيكون النهائي دي طاقم تحكيم مصر، ولكن كابتن اسعد عبد الحفيظ طالب بوجود حكام اجانب. وصراحه ده من حقوق النادي الاهلي انه يطالب حكام اجانب لهذا اللقاء، خاصه اللقاء له حساسيه ما بين النادي الاهلي وما بين النادي المصري، وده نهائي كاس مصر فبطوله مهمه جدا بالنسبه لكل الفريقين. النادي المصري بقاله فتره كبيره ما فازش بكاس مصر، اعتقد حوالي 18 سنه، والنادي الاهلي بقاله حوالي 10 سنوات، فده هيدي يعني طابع تنافسي شديد جدا في لقاء النهائي. ننقل ل اللعيبه اللي مش هتشارك، اللي ما شاركتش في لقاء سموحه. النادي الاهلي والجهاز الفني بقياده الكابتن حسام البدري اداهم يعني تدريبات غدا، هيكملوا تدريباتهم بشكل عادي جدا. واللعيبه اللي شاركت في هذا اللقاء، لقاء سموحه، هيكون عندهم راحه غدا. وقرر الكابتن حسام البدري اقامه مران بشكل طبيعي لباقي اللعيبه الذين لم يشاركوا في مباراه سموحه، وده بشكل طبيعي عشان يعادل الحمل البدني بالنسبه للعيبه. اللعيبه اللي شاركت طبعا عملت حمل عالي، فاكيد لقاء او تمرين الغد بالنسبه للعيبه اللي ما شاركتش هيبقى حمل عالي عشان يكملوا بقيه الاسبوع، تكون الحمل البدني على ليفل واحد، يكون على نفس المستوى. اللعيبه اللي لعبت بتبقى عندها حمل عالي طبعا، حسام غالي وعماد متعب شارك في هذا اللقاء فترات، حسام غالي لم يشارك، في بعض اللعيبه الاخرى لم تشارك، لازم ياخدوا نفس الحمل عشان يقدر يكملوا باقي التدريبات لباقي الاسبوع. صالح جمعه المعلم طلع وصرح بعد هذا اللقاء، قال انه يريد اسعاد جمهور النادي الاهلي بلقب الكاس. صراحه صالح جمعه من اللعيبه اللي طورت نفسها جدا، صالح جمعه من اللعيبه اللي هي اصلا تمتلك امكانيات كبيره جدا، عنده الحل الفردي، عنده الحل المهاري، عنده حل الباس، من اللعيبه اللي بطراز عالمي، حتى لما كان في ناسيونال الماديرا البرتغالي كان عنده ايضا يعني رؤيه مختلفه، طريقه اداء مختلفه، وكان من اللعيبه المميزه، لكن قدومه للنادي الاهلي بيفرض عليه بعض الالتزامات. صراحه صالح منذ يعني اخر تفوق ليه وتقدم ليه في بطوله الدوري بعد مشاركته مع الكابتن حسام البدري في اخر المباريات، ابتدينا نشوف صالح جمعه متوحد. لما تلتزم بكل تعليمات الجهاز الفني وتحط الجانب الابداعي، لان كل لعيبه عنده جانب ابداعي المدرب ما يقدرش يديهوله، لان دي موهبه جايه من عند ربنا سبحانه وتعالى، لك ان تثقلها بانك تتمرن كويس ولك انك تخلص عليها. لكن صالح ابتدى يثقلها، ابتدى يطور من نفسه، وده معناه ان هو في التمرين مجتهد بشكل كبير جدا. شايفين كل لمسه لصالح جمعه بتحس فيها باللمحه الفنيه، شايفين قد ايه بيقدر يلعب مع اي حد، بيتعاون مع اي حد، حتى وجوده مع عبد الله السعيد في هذا الهدف بالتحديد، البدايه واحده والثانيه وعبد الله السعيد بيعملها له بالكعب وهو بيقف على كورته وبيديها المؤمن ويشغل هنا الشكل الجماعي، ادي بدايه الهجمه اللي في الهدف الرابع.
بدايه الهجمه ان هو عدى لقى عبد الله السعيد، عبد الله السعيد حريف برده هو كمان زيه، فاديها له وقف على كورته وعمل التمريره. وهنا بقى من الحل الفردي للحل الجماعي، ومؤمن بيديها له بجماعيه ويروح صالح جمعه المعلم عشان يحرز الهدف الرابع. وفي هذا الهدف بيبين لك التطور والتوهج بتاع صالح جمعه، بيبين لك قد ايه لما يكون عندك موهبه كبيره جدا، ولكن لما تشتغل في منظومه زي منظومه النادي الاهلي اللي هي مشهوره بالتيم جيم او باللعب بجماعيه، وتبتدي تبدع وتطلع كل امكانياتك، هتبقى من افضل اللعيبه. وصالح جمعه الان اعتقد على راس قائمه كوبر المدير الفني الارجنتيني لمنتخب مصر، وفي هذه البطوله لعب 4 مباريات احرز فيهم 3 اهداف، واصبح ثاني هدافي بطوله الكاس للنادي الاهلي مع عماد متعب اللي احرز 4، وعمرو جمال المهاجم اللي احرز 3 اهداف. اطلع بيكم من النادي الاهلي ومن بطوله كاس مصر، اطلع بيكم لبرشلونه. نادي برشلونه الاسباني يدخل بقوه في الصفقات، وفي وفد من نادي برشلونه توجه 1 الى ليفربول و1 الى بروسيا دورتموند. نتكلم الاول على ليفربول وكوتينيو اللي ظهر مع حضراتكم على الشاشه، هذا النجم البرازيلي اللي خلاص ابتدت الاقاويل تزيد. نادي برشلونه كان حط 100 مليون يورو، نادي ليفربول ويورجن كلوب بالاخص رفض هذا المبلغ وطلب عرض اكبر. نادي برشلونه بصدد انه يرفع هذا العرض ل 120 مليون يورو، لان نادي طبعا ليفربول طلب اكثر من 105 و110، فاعتقد ان الوفد اللي سيتم ارساله الى او ارسل بالفعل الى فريق ليفربول عشان التفاوض من اجل اللاعب كوتينيو لتعويض صفقه نيمار هيعلى بالعرض ممكن ل 110 120 مليون يورو. ونادي ليفربول كل ما يعلي فيه السعر برشلونه بيبقى قادر على الدفع، لانه معاه فلوس كتير جدا وقيمه كبيره جدا من فلوس نيمار، لذا فهو داخل في كل الصفقات بقوه لانه معاه مصدر اموال كتير. ايضا الموهبه الاخرى اللاعب ديمبلي لاعب فريق بروسيا دورتموند، الموهبه الصاعده بسرعه الصاروخ، موهبه فرنسيه وابتدى يلعب في منتخب فرنسا، ايضا دخل في فريق برشلونه بشكل كبير جدا، كان حط فيه 86 مليون يورو ولكن فريق دورتموند رفض، ايضا زاد بالعرض ل 100 مليون يورو ولكن بروسيا دورتموند يتجه الى ان هو يطلب 105 مليون يورو في اللاعب الموهبه الصاعده ديمبلي. وبكده بهذه الصفقتين اذا اتمها برشلونه هو اقترب جدا من اللاعب كوتينيو، هيكون عوض الى شكل كبير نيمار. نيمار ساب لهم 222 مليون يورو، يقدر يجيب بيهم 2 3 لعيبه كمان فريق برشلونه لتدعيم الفريق. وبرشلونه من الانديه اللي ما بتقفش على نجم واحد، يعني كنت اتكلمت مع حضراتكم الموسم قبل الماضي لعبوا 38 مباراه بدون ميسي وفاز بيهم باغلبهم، تعادل بس في ماتشين. ايضا في الموسم الماضي لعب العديد من المباريات بدون نيمار وكان برشلونه يفوز، وهو ده سيستم برشلونه، برشلونه لا يقف على لاعب واحد ولكن كثير التدعيم، خاصه ان لو جاب كوتينيو وجاب اللاعب ديمبلي هيكون اضافتين قويتين للفريق الكتالوني. نروح من برشلونه نروح الى لندن، نروح لنادي الارسنال الجانرز الفائز بكاس الدرع الخيريه او كاس السوبر في انجلترا بعد تغلبه على تشيلسي بضربات الترجيح ب4 اهداف مقابل 1. بصراحه محمد النني بيطلع وبيصرح انه باقي مع الارسنال، بيرد على كل الاشاعات والاقاويل وبيؤكد ثباته في تشكيل الارسنال واعتماد ارسن فينجر عليه في هذا الموسم. محمد النني كان في كلام كبير ان فريق ليستر سيتي بطل الدوري الانجليزي قبل الماضي بصدد انه يعلن انتقاله ليه مقابل 15 مليون استرليني، ولكن اللاعب تمسك ببقائه في الارسنال، تمسك بفرصته في الارسنال، وتحدث مع ارسن فينجر انه يحتاج الى فرصه اكبر لاثبات ذاته. الصراحه هو ده اللي حصل مع النني في اخر السيزون الماضي، وايضا
في المباريات التحضيرية كان ظهر بشكل رائع جدا، طور من طريقة أدائه، انسجم أكثر مع اللعيبة، حتى الجمهور في إنجلترا والجمهور الإنجليزي لفريق الأرسنال بيعشق، ابتدى يخش في حالة عشق ما بينه وما بين المنيو، كانوا بيطالبوا بيه كتير جدا في كل شيء، سواء في الملعب، سواء في المواقع، سواء على فيسبوك، على تويتر، على السوشيال ميديا، في كل الأصداء بيطالبوا بوجود النني، والنني بيطلع وبيصرح تصريح مهم جدا بان يؤكد بقائه في الارسنال وسعيد بتالقه امام تشيلسي في فريق في لقاء الدرع الخيريه او يعني ما يوافق السوبر الانجليزي. بعد السوبر الاوروبي وبعد ما فاز الريال على مانشستر يونايتد بثنائيه جميله لايسكو واللاعب كاسيميرو مقابل هدف كان احرزه لوكاكو، بيطلع المدير الفني البرتغالي لفريق مانشستر يونايتد ويؤكد ان ريال مدريد يسبق مانشستر يونايتد في المستوى. صراحه ريال مدريد في هذا اللقاء تسيد تماما، كان الاكثر فرصه، كان اكثر متعه في كره القدم، وكل ده كان من غير كريستيانو رونالدو. فماذا يحدث لو كان دون كريستيانو رونالدو موجود؟ كان ممكن يبقى رصيد الاهداف اكتر بكتير، لان كريستيانو رونالدو الصراحه لما بيلاقي الفرصه ما بيسيبها، وشفناها في النهائي امام اليوفي 4 أهداف على طول كريستيانو رونالدو كان له دور كبير جدا فيهم. فجوزي مورينيو طلع بمنتهى الواقعيه وقال ان ريال مدريد في مستوى افضل من مانشستر يونايتد، اللعب في دوري ابطال اوروبا يختلف كتير جدا عن اللعب في اليوروبا ليج، وهو مستوى ريال مدريد قادم وهو بطل الشامبيونز ليج دوري ابطال اوروبا، البطوله الاقوى في العالم، حتى اقوى من كاس العالم الان، كل يتابع دوري ابطال اوروبا بكل نجومها بكل المتعه اللي فيها اكثر من متابعه كاس العالم، لان الاتحاد الاوروبي الصراحه مدي قيمه تنافسيه في هذه البطوله افضل من اي قيمه تنافسيه اخرى، هو ده اللي خلى مستويات الفرق في اوروبا بتقاس على الشامبيونز ليج، وهو ده اللي قال ان فرق اسبانيا مستوى اسبانيا افضل بكتير جدا، ولكن انا بحاول ان انا اطور من طريقي بالصفقات والتدعيمات، وبيتمنى ان يكون الموسم بالنسبه له في الدوري الانجليزي هذا الموسم مختلف، هو ده اللي هنشوفه من جوزي مورينيو هذا الموسم، وهنشوف دخوله في الشامبيونز ليج او دوري ابطال اوروبا بعد ما كسب اليوروبا ليج هيبقى عامل ازاي في الفتره المقبله. ده كان آخر خبر معايا النهاردة، حتى ألقاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.